كنا بالطبع بصدد الحوار مع الوزارة منذ وقعنا اتفاق 22 دجنبير اللي فيه أنه سيتم نسخ يعني النظام الأساسي بنظام أساسي جديد، وبالفعل هذا الأمر هذا تم. ننتظر الآن يعني النظام الأساسي في الصيغة ديالو النهائية باش أننا يعني نتفقوا عليه يعني بشكل نهائي. إذن هذا الشيء هذا تم يوم 9 يناير. كان كذلك في الاتفاق نتاع 22 دجنبير يعني كنا اتفقنا باش أننا نتحاوروا حول الملفات العالقة، وحنايا بصدد يعني للمناقشة نتاع هاد الملفات، ولكن مازال خص تكون جدولة نتاع الاجتماعات من أجل يعني مناقشة هاد الملفات. إذا كاين مع الأسف أنه حاليا كاين توقيفات نتاع النساء ورجال التعليم اللي شاركوا في يعني في الاحتجاجات وفي المسيرات وفي الإضرابات كذلك، توقيف عن العمل وتوقيف الأجر اللي احنا طالبين وزارة التربية الوطنية كجامعة وطنية للتعليم وكنقابة تعليمية 5 باش انها توقف هاد التوقيفات، لان يعني نساء ورجال التعليم بعد الرجوع ديالهم للعمل كيخصهم يرجعوا بمعنويات مرتفعة ويرجعوا يعني للعمل ديالهم في اتجاه نتاع انه يعني بناتنا وابنائنا تاع التعليم العمومي انه يعني يستدركوا الامور اللي تمات مع الاسف. اذا وهذا ننتظر ربما الاسبوع المقبل ابتداء من البدايه ديالو باش ان وزاره التربيه الوطنيه تعطينا يعني تعطينا الجواب حول المطلب ديالنا تاع توقيف هاته التوقيفات وتوقيف يعني توقيف عن العمل وتوقيف الأجر. كان واحد الفئة اللي ما التفتلاش الوزارة وكتعاني من واحد الحيف وكتعاني من واحد الهشاشة، لذلك احنا انضمينا لهاد الجامعة، بغيناها توصل الصوت ديالنا، هاد الصوت هذا الذي أقبر منذ أن ولد ما عمرو شاف النور. هذه الفئه هذه لا بغيت نقول بهذا المصطلح مطحونه لواحد الدرجه ما تصورش، لدرجه هذه الفئه هذه حامله شواهد وشواهد عليا، يعني ابتداء من الاجازه ماستر دكتوره، ومع ذلك كانها أقصيت بمعنى الإقصاء وكأنها لا تنتمي لوزارة التربية الوطنية. السؤال ديالنا مطروح هنايا، لماذا هذا الإقصاء؟ علاش هذه الفئة هذه بالضبط تقصت؟ مع العلم أن الوزارة فتحت لها باب الإدماج ودمجت بالنظام الأساسي، ومع ذلك هذا النظام هذا رغم الإدماج ما جاب لها حتى شي مكتسب. ما هو المكتسب؟ السؤال اللي عندنا مطروح هنا كهذه الفئة هذه، شنو هذا المكتسب؟ واش مجرد أننا ندخلوا يعني في النظام الاساسي يعني كاسم؟ خصنا مكتسب ملموس، خصنا الترقيه بالشواهد. اذا هذه الفئه هذه كطالب الوزاره بالترقي بالشهادات، اجازه وماستر ودكتوره.